ايه سر نجاح السير أليكس فيرجسون؟ انا فيروز يسري العميد. أليكس فيرجسون أشهر مدربين كرة القدم، قضى 27 سنة تدريب في مانشستر يونايتد، فاز بكل حاجة تقريبا في إنجلترا وأوروبا، ما كانش فيه ماتش يستعصى عليه، إزاي؟ ده اللي هقوله لكم من كتابه القيادة، خمس أسرار للقيادة الناجحة السير فيرجسون قالها لنا. واحد، المدرب لازم يسمع ويراقب باستمرار، مش بيجي مرة وخلاص وكل همه الكورة، لا، كان بيقف ورا في التمرين عينه على اللعيبة بيراقبه، ويراقب سلوكهم مش بس الكورة يا نجم. اتنين، ما ينفعش يبقى فيه نجاح من غير انضباط وعزيمة، ما كانش فيه حاجة بقى اسمها كل واحد يلبس اللي هو عايزه ولا يقص شعره بأي طريقة، كل حاجة ليها قواعد، واللعيبة لازم تمشي عليها، مش ماغة هي. ثلاث، المدير الكويس بيخطط للمستقبل بدري، يعني عامل كده كارير بلان للاعيب، اللي في الفريق الاصغر يعمل لهم خطه يمشوا عليها لحد ما يوصلوا للفريق الاكبر، واللي في الفريق الاكبر يعمل لكل واحد خطه عشان يترقى ويلعب في الفريق الاساسي وهكذا. رقم 4، يا نجم وازن بين القوه والضعف وخليك متواضع. السير كان مؤمن ان الفريق لازم يكون متنوع، يعني كان في اعمار مختلفه، شباب من الناشئين ولاعيبه كبار، وكمان توازن عددي بين المدافعين والمهاجمين. واهم حاجه كان بيعلمها اللعيبه ان بلاش الغرور والتوقعات العاليه، لان ده ما بيجيبش غير الضغط على اللعيبه ويخليهم متوترين. خامس حاجه، الحضور والسنة ادوات قويه عشان توصل لاحسن نتيجه من الفريق. حتى اللعيبه قالوا ان التمرينات اللي السير كان غايب عنها ما كانتش بنفس القوه والطاقه اللي السير فيها كان موجود، والاكتر من 27 سنه ما غابش غير 3 ماتشات بس لمانشستر يونايتد من اصل 1500 ماتش، وكان على طول بيشجعهم ويمدحهم. حتى لما كان بينتقدهم كان بيستنى يكونوا مش متوترين وهاديين عشان يتقبلوا الكلام. مدير بقى، تفتكر بقى نجم احنا عندنا في مصر مدربين زي السير؟ قولوا لي في الكومنت.